مساء الخير، نحن نتواجد الآن بجانب البدر وحصن الباستيل. سنترككم للحديث وللزورة. يلا تفضل. طيب احنا موجودين في ساحة يا جماعة. احنا موجودين في ساحة اسمها ساحة الباستيل. هذا الاسم نسبة إلى سجن الباستيل كان موجود في الماضي. اوكي. طيب هيك نبدا القصه. هيك احنا حكينا انه فرنسا كان حاكمها عده سلسله من الملوك. اخر ملك كان فيها حكينا لويس السادس عشر، لما في عهد كان زوجته ماري انطوانيت. وحكينا بهي الفتره كان في عجز مالي جدا 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 كثير، اللي هو ما قدر يسيطر على يعني كان في نوع من الضغط عليه من ناحيه ماديه، فاضطر انه هو يرفع الضرائب. فالناس ما تحملت، من الضرائب ضرائب ضرائب، الناس ما تحملت هيك. الاقطاعيين عايشين برفاهيه، مو برفاهيه، والناس هي المستعبده. فقامت الناس عليه وعملت ثوره. هاي كانت بدايه الثوره الفرنسيه اللي حكينا عنها. كيف الشيء بلش؟ الشيء بلش هون في هذا المحل. هذا هون في كان عندنا سجن اسمه سجن الباستيل. السجن هذا بالاساس اقيم سنه 1370 بالقرن الرابع عشر. اقاموا في شارل الخامس مش كسجن، وانما كنوع من حمايه البلد باريس، يحميها من برا. مع الوقت لما صار في عندنا الملوك صار في عندنا حكم قطاع حكم ملكي هنا، اجوا صار يحطوا في عامة الشعب والناس اللي ضد الملك وضد الكهنه كانوا يحطون بالسجن هذا. فهذا السجن كان رمز للدكتاتورية وللظلم والقمع للشعب الفقير، للتعذيب طبعا. كان هذا هنا السجن، هذا هنا لما قامت الثورة الفرنسية، لما قام الشعب ضد الملك. فقام أول شيء سووه هنا مظاهرات برا هنا في الشارع، هنا هدموا السجن كله، هدموه على الآخر. بعد فترة وين السجن، وين اللي نحشر اليوم؟ في المعارف، في المتاحف، في المتاحف. فهلا هذا الشيء هذا صار بتاريخ 14/7/1789 14/7 يعني شهر 7. بس هذا البرج او هذا النصب السابق 14/7 لا ذكرى ثورة تموز. بس مش ب 1789 لا هذا بالثورة الفرنسية لما هدموا السجن. لكن هذا برضه كان في ثورة بشهر يوليو بس سنة 1830 تموز، فاسمه نصب يوليو بس مش بالثورة الفرنسية 14/7 اللي هو يوم الموطن، يوم الاستقلال او يوم الموطن تبعهم، يوم الباستيل، يوم الباستيل الاستقلال تبعهم احتفال. في 1830 كان في كمان ثورة بشهر تموز، هذا عشان نعمل 14 تموز. بنفس المحل تموز فحط اسمه نصب تموز او فيها سامي عليه طول فيها سامي. هلا على فكره لما انهدم، لما اجى الناس وهدموا السجن في تاريخ عليه كان فيه بس 7 سجناء، يعني ما كانش في ناس مسجونين، كان حتى واحد فيهم مسجون من ناحيه جنائيه اثنين كانوا من ناحيه عقلانيه مش مضبوطين واربعه من ناحيه جنائيه مش سياسيه. بس انما هو الرمز لما هدموه، هم هدموا الرمز القوه انهم رمز الجبروت بالضبط، انهم تخلصوا من الحكم اللي كان موجود ايامه، لانه بيمت كان في. وعلى غير هالشيء كمان لويس السادس عشر وماري انطوانيت اعدموا تاني بساحة اللوفر، واحنا كنا اول مره. هذا كان عهد انه يومتها خلص انتهى عهد الملوكيه وبلش عهد الجمهوريه. ومن يومتها لليوم بعد كم سنه اجى نابليون بونابارت باول جمهوريه له. من يومتها لليوم عندنا 5 جمهوريات، اخر وحده هو اقامها شارل دي غول، ولحد اليوم هي مستمره. وبتامل انه اريد ان انوه بان سجن الباستيل استغرق، او حصن الباستيل استغرق بناؤه 13 عاما، بدأ في 1370 وانتهى بناؤه في 1383، وارتفاع الحصن كان 23 برج، كان 23 برج على بعض على 4. وغير هيك كمان كان في قاعات التعذيب تحت الارض، تحت كل التعذيب كان في جرادين انواع حيوانات وهيك اللي كانت تأذي السجناء، قد ما كان في ذل ونوع من الذل والاهانه للسجين السياسي كان موجود ايامها. الحصن كان على ارتفاع 24 مترا، القاعده كانت
تقريبا 3.5 أمتار والارتفاع كان 1.80 متر فوق الحصن. يعني القاعدة دائما أعرض، ومعروف قديش يعني وقت ما من اللواء حكت إنه تم هدمه يعني الإشي مش بسيط، كان نتيجة ثورة بكل معنى الكلمة. الإشي كيف بلش؟ الإشي بلش هيك إنه كان في يعني الناس اللي عملت الشعب ماشيين، وكان في ناس من الجيش، مش الجيش اللي بدافع عن الملك، مش الجيش اللي بدافع عن الملك، منين يضربوا على بعض، بس بالصدفة يعني بالغلط واحد من الجيش قتل واحد من عامة الشعب، أما عامة الشعب اخترق على واحد من الجيش، وهيك صارت المناوئة. بدي أضيف إشي كمان، إنه برضو حصن الباستيل مش متذكر إذا أنت حكيت هذا الإشي أما بذكره، إنه لفترة منيحة كان مقر خزينة أموال الملك، أموال الدولة كان هنا لفترة. وليش كمان الشعب بده كان يعني كان بده يستولي عليه؟ كان فيه أسلحة حوالي 13,000 أو 10 مليون قطعة سلاح فيه، فبدهم يستولوا على القطع السلاحية عشان هم يدافعوا فيها عن حالهم. نعم، في علاقة بين هنا مبنى الأوبرا، نحاول نشوف هون مبنى الأوبرا و الباستيل، في ممكن يكون علاقة. الأوبرا بعرف في علاقة، أما الأوبرا هي أحد، إحنا حكينا إنه في جديد حاول يطوروا فرنسا من جديد إنها تكون أوروبية أو إنها تكون على مستوى عالمي، ممكن من الإطلاع للأشياء الترفيهية برضو. يعني كمان كمان يطلعوها على 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 التاريخ، يعني عملوا فيها وجه خارج جديد، احدها الحدائق اللي حكينا عنها الحلوه، العمارات الحلوه، البيفان اللي كنا فيه امبارح تبع اول امبارح تبع المركز التجاري اللي حكينا عنه اول امبارح. في امكانيه تفوت هون؟ هلا ممكن، في امكانيه نشوف هلا بالمجال. طيب اذا نحن نتواجد الان في المكان الذي كان فيه حصن الباستيل، وهذا النصب الذي أقيم هنا هو رمز للتحرر ولهدم الطغيان، وحصن الباستيل الذي يمثل الطغيان. والاحتفالات، كل رئيس فرنسي يفوز يأتي إلى هنا للاحتفال في فوزه. ماكرون وكل الرؤساء الفرنسيين احتفلوا هون في هذه المنطقة، المنطقة جدا جدا مهمة جدا، ويعتبر 14 تموز ألف ذكرى الثورة الفرنسية عام 1789، فهو يعتبر العيد الوطني الفرنسي 14 تموز 1889. أبو إيهاب، إذا ممكن تحكي لنا مشاعرك عن هذا المكان بالذات. أنا بعرف بدنا نسمعك أبو سليم. هذا المكان بالذات إله مكان جدا في قيم إنسانية، شو رأيك؟ هذا المكان القائم هذا رمز لفك العبودية من الملكية وظلمها. الشعب ثار ضد الفقر والجوع والعنف، فالناس هجمت، وعشان يفك العبودية هاي، الرمز تبع العبودية هو السجن، ففكفك حجارة السجن، ما فيش حجارة اليوم، حجارة توزعت على المتاحف، وبك هذا خلوا هذا بعد سنين بعد كديش عمروا الرمز هذا ذكرى لسجن الباستيل. صح أبو سليم، يعتبر رمز، وأحد الأشخاص قال لي هنا إنه كل رئيس فرنسي يفوز يأتي إلى هنا للاحتفال بفوزه، وتعبير عن الانتصار، لأنه سقوط الباستيل هو انتصار للشعب، وكل رئيس فرنسي يأتي إلى هنا في هذه
الأماكن للاحتفال بفوزه في الانتخابات تعبيراً عن انتصار الشعب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ومن انتصار الديمقراطية في هذا المكان. نقدر نيجي نقول أبو حسام دائماً بحب أختتم في البث في هاي المنطقة، بس مش معناه خلصنا. أبو حسام شو انطباعك وشعورك أبو حسام؟ والله كل مبسوط وشوي تعبانين لأنه آخر محطة. طبعاً آخر محطة هاي محطة. نعم وبدنا إذا بتسمحوا رجعوا مع بيتكم. طيب طلبوا إنه عشان زلازل نشرب كاس إسبريسو ونرجع الفندق. ما هو هيك هيك هناك في محطة استراحة والناس بدنا نغير قطار على القطار ونروح على الأوتيل. إحنا بنقدر نيجي نقول أبو حسام إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. مع السلامة.